قرب يجي تشرين خليهني لا أولى وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا الحرية الطاير من فوق الشام نازل عاصرة رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الهيام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر غيلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الهيام علوها علو الراي سوريا صارت صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد ان شاء الله يا رب يحمل معه هاليوم كل الخير وكل الحب وكل الصحه واهم شيء يكون عنا امل وحب ونكون عم نحب بعض وساندين بعض بالظروف الصعبه ويكون عنا امل انه يا رب بكره احلى ويا رب اللي جايه احسن على كل العالم نهاركم حلو ان شاء الله صباحكم مبارك يا رب وصباح الخير يا نور يسعد صباحك ليا ومثل ما قلتي ان شاء الله يا رب نهار يحمل الخير والبركه لكل الناس ان شاء الله يا رب هيك ما بقى يبقى وجع بقلوب كل الناس هي ظروف قاسية وصعبة واستثنائية عم تمر علينا ان شاء الله يمكن بعد هيدا الوجع يكون في فرج كتير كبير لكل الناس تحيتنا دائما لرجال الجيش العربي السوري ولرجال البيض اللي عم يقوموا يمكن بجهود جبارة خلال هي الظروف اللي عم نمر فيها رحلتنا الصباحية بلشت لكن كالعادة بنبتديها بعد الفاصل العديد من الأحداث تسجلت عبر التاريخ شو صار بمثل هاليوم خلينا نرجع بالذاكرة ونتابع سوا اليوم 6 آذار عبر الزمن وسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ قراءة سريعة لذاكرة هاليوم بعام 1521 فرناندو ماجلان يكتشف جزيرة غواما وعام 1902 تم تأسيس نادي ريال مدريد وبعام 1957 استقلال غانا عن المملكة المتحدة وعام 2014 علماء يكتشفون عينة حية عمرها 30,000 عام لفيروس بيثو حيث اعتبر أكبر فيروس مكتشف حتى الآن بعام 2015 المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريوس ومن الشخصيات يلي سجل تاريخ 6 آذار يوم ولادته عام 1927 جابرييل غارثيا ماركيز أديب كولومبي حاصل على جائزة نوبل في الآداب بعام 1982 وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات عام 2005 هانز بيتا عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967 هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم 6 آذار نهاركم سعيد أما هلأ ليا بننتقل لتقريرنا التالي مع فقرة هل تعلم؟
تعلم أن الإنسان إذا جلس لمدة 15 دقيقة دون حركة فإن جسمه سيجبره على النوم بشكل لا إرادي، حيث يفقد الدماغ خلال هذه المدة وعيه كاملاً تماشياً مع حالة سكون الجسد. وتعتبر هذه العملية من الأسباب الرئيسية لحالات الخمول التي يصاب بها الطلاب والتلاميذ داخل الفصول المدرسية. وهل تعلم أن الشعور بالسعادة يعتبر أمراً معدياً بين البشر؟ إذا كان من حولك أشخاص سعيدين فإن سعادتك ستزيد تلقائياً مع مرور الوقت، أو العكس صحيح؟ وهل تعلم أن الطالب إذا راجع دروسه بصوت مسموع ومرتفع فإنه سيتمكن من حفظ المعلومات في الذاكرة الطويلة بشكل أسرع 5 مرات مقارنة عما إذا كان يقرأ بصمت؟ وهل تعلم أن 70% من الحالات يستخدم الدماغ طريقة التوقع في القراءة؟ أي عندما تقرأ نص بمجرد أن ترى حروف الكلمة ستتوقع ما يأتي بعدها دون مشاهدتها إلى الآخر. وأولى فقراتنا يا نور رح نروح فيها بعالم الرياضة وممارسة الرياضة، وكيف فينا نحن نستخدم الرياضة والتمارين الرياضية لحتى نخفف دهون من جسمنا، لحتى يصير جسمنا سليم أكثر ونبعد عن الأمراض، لحتى نفسيتنا تتحسن أكثر. رح نحكي عن أهمية الرياضة وعن أهم التفاصيل يلي لازم نعيشها بعالم الرياضة مع الكوتش لورا موكريان. صباح الخير كوتش. صباح النور حبيبي. سعد صباحك. سعد صباحكم. صباح الخير كوتش. صباح. يمكن نحن كلياتنا بالشتاء نوعا ما نبتعد عن الرياضة، ويمكن مزبط. كمان نمط الحياة صار مختلف، تلاقي ما عاد العالم مشيت مثل قبل، تلاقي كل شيء عم ينجاب من خلال تلاقي بالسيارة أو مكان قريب. خلينا نحكي كمان بالشتاء دائما في زيادة وزن خصوصا أكيد. عند الصبايا هلا لكل الناس عم تتابعنا، وما في عندك تلتزمي أساسا بنادي رياضي، فخلينا نحكي كيف فينا فعلا نحن نمارس الرياضة ممكن بالبيت ببعض التمارين فينا نحافظ فيها على جسمنا. تمام. هلا اول شيء نحن فصل الشتاء مزبوط، هي الفكره صحيح. العالم تبتعد عن الرياضه، وقت الصيف بيقولوا لك شوب وشوبت وما بقدر انا اروح على النادي وكذا، فنحن دائما بكل فصل عنا عذر. هلا هي اول شغله. شغله ثانيه، بالعكس نحن بالشتاء كثير ضروري نمارس الرياضه. اولا الجسم تختلف عنده اليه الحرق كليا. هلا نحن بالصيف اوريدي اوقات اشغالنا واعمالنا ممكن تساعدنا او ترفع من اليه الحرق بالجسم، بس بالشتاء نحن دائما بحاجه تشجيع للجسم. فاول شيء نحن بالشتاء لازم اقل شيء نقدر نمارس رياضه المشي صباحا، هي طبعا انا عم بحكي لسيدات المنزل اللي ما بتقدر تلتزم بنادي، لو نص ساعه نقدر نمشي الصبح. ممكن نحن نكون متبعين اليه معينه بنظام الاكل تساعدنا كمان على اليه الحرق. اذا ما قدرنا نحن نلتزم بنادي فنحن ممكن نمارس التمارين الخفيفه بالبيت. طبعا اليوتيوب ما عاد خلى حدا جاهل، النت عنا صار مخلي الكل يعرف اي تفصيل بده اياه. ممكن نستفيد من اليوتيوب ببعض التمارين الخفيفه اللي بتوضح لنا الصح من الغلط، اليه العمل الصحيحه، مع اضافه رياضه المشي مع الاليه الخفيفه لتنظيم الاكل، لانه غالبيه سيدات المنزل تبع انه انا ما بقدر اتبع ريجيم، ومع انه هو الريجيم هو اهم شيء بالرياضه. هي نحن عم نحكي على سيدات المنزل. اما بالنسبه للصبايا اللي متبعين نادي فنحن دائما بنقولها هي الشغله، انه لا رياضه بدون اكل منيحه ولا اكل بدون رياضه تمام. فمنتبع الرياضه مع الاكل. انواع الرياضه كثير متنوعه، فينا نمارس اي شيء نحن بدنا اياه، ما فيني انا لا امدح برياضه معينه ولازم برياضه ثانيه. اي نوع رياضه بيساعدنا على اليه الحرق بالشتاء هو تمام، مع الالتزام بنظام غذائي او اليه معينه تحت اخصائيين التغذيه. تمام كوتش. كثير مننا يمكن بيعاني من امراض، هي الامراض بيقولوا ممنوع تعملي تمارين رياضيه، منا الديسك، منا وجع المفاصل وامراض ثانيه مرافقه على نمطها. يعني خلينا نحكي اليوم نحن كيف فينا نحرك جسمنا اذا كنا بنعاني من الديسك، بنعاني من وجع باطرافنا، مانعين علينا الرياضه، شو هي الرياضه المناسبه؟ تمام. هلا اول شغله هي الرياضه المناسبه، صار في رياضه خاصه بهي الامراض، يعني صارت في كورسات مثل هي معالجه فيزيائيه، يعني هي اولا رياضه بتساعد على اليه الحرق بالجسم، اضافه هي كمان كورسات علاجيه. طبعا هذا الحكي نحن مو كل مدربين الرياضه بيقدروا يلتزموا مع حاله مرضيه معينه، بس كل كوتش بيكون عامل كورسات. هلا في شركات عالميه فتحت كورسات خاصه لمرضى الديسك والمفاصل وهي القصص، فممكن يتبعوا رياضة خاصة بهذا الشيء، ما في رياضة معينة أنا أقول لهم يقدروا يلتزموا فيها، لأنه كل الرياضات
يعني رح تكون رح يكون لها تأثير قوي على على هي الأمراض. ففي كورسات معالجة فيزيائية إضافة لزيادة معدل آلية الحرق لهي الأمراض خاصة يعني. أما رياضة معينة يعني بدي أقول رياضة خفيفة مثل رياضة المشي، يعني حتى مثلا المشي إذا بدي أقول عن على المشي خاصة، في طريقة مشي معينة لمرضى الديسك، فهذا الشيء لازم إجباري يكون متبع من قبل حدا مختص. أكيد مختص تماماً. يمكن أشرتي لنقطة كتير مهمة، هي كمان النمط الغذائي المرافق أكيد للرياضة. يعني في كتير ناس بتقولك أنا بلعب رياضة بس ما عم بفقد وزن بشكل وهي عدم صحيح. الالتزام بالأكل، هي عدم الالتزام، وممكن ما فينا نقول دايت أو رجيم، فينا نقول نظام صحي. هو أكيد صحي أكيد. أكثر ما أكيد. هو رجيم متبع مع الرياضة. في بعض السيدات والصبايا بيلاقوا فرق مزبوط. خلال فترة زمنية ممكنة. تمام. هلا المشكلة انه نحن اوقات بيقولوا لك انا كمان غير قصة انه بيلتزموا بالرياضة بلا اكل، بيلتزموا بالرجيم بلا رياضة، فهم بتكون النتائج كارثية. يعني بيكون نزول الوزن بطريقة غير صحية، رح يصير في ترهلات بالجسم، حيصير في انخفاض بمعدلات الفيتامينات كذا، وبالذات الرجيمات القاسية. انا بنصح اي حدا عم يشوفنا انه الرجيمات القاسية يبعد عنا كليا، لانه دائما في لها توابعها واضرارها، وبالذات بعد ايقافها يعني خلاله وبعد الايقاف رح تلاقي نتائج كتير سلبيه. فلا خلينا نتبع رجيم متوسط تحت اخصائيين تغذيه مع استشاره كوتشات رياضه. اوكي، بس المهم انه نحن ما تكون الرجيمات من عنا، او الرجيمات تحديدا انا ما بنصح حدا انه من عنيت، لانه اوقات في مرضى سكر، مرضى القلب، في امراض معينه ما بتواتي اي رجيم بتفتح عليه، فبتكون الاضرار كارثيه. لهيك نظام الاكل تحديدا يكون متبع من قبل كوتش رياضه او اخصائي تغذيه حسرا. او انه ياخذوا رجيم عن رفقاتهم او من على النت كمان. هذا اكبر غلط. شوفي جبت هذا الرجيم عند الدكتور، طب انت لا، في لك اليه حرق معينه، في لك نسبه شحوم معينه، في لها في بجوز انت عندك اليه الحرق ما بتحرق مثلا اللحم الابيض، عند اللحم الاحمر سهل الهضم عندك اكثر، حتى زمره الدم بتلعب بدور الرجيم. فلا الرجيمات تحديدا تكون متبعه من قبل اخصائيين اكيد. نعم كوتش، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه. حكينا عن علاقه الغذاء بالرياضه، حكينا يمكن عن بعض الامراض اللي لازم نحن يكون لها رياضه مخصصه، لكن خلينا نركز شوي على النفسيه. كلنا عم نمرق بظروف كثير يمكن صعبه، عم نشوف شباب عم يوصلوا لحالات كثير بشعه، من يعني ما حدا بيرضاها، لا مزبوط. دين ولا تربيه ولا صح. اهل صح. عم يحرقوا قلوب اهلهم من وراء بحجه النفسيه. خلينا نقول صح. خلينا نحكي اليوم الرياضه قديش هي مهمه ولها علاقه، وهي رابط وثيق جدا للنفسيه لحتى تتحسن. كيف فينا قديش فينا نحن يمكن نمشي، ما عم نطلب نحن ندفع مئات الالوف بالنوادي الرياضيه، نمشي تمام. بس قديش بتعطي بالميه تحسن نفسيه؟ هلا هذا السؤال كثير حلو، انا ما كنت بعرفه بس كثير حلو. اول احكي عن حالي مشان اكون واقعيه اكثر. انا حدا كثير بتلعب الرياضه دور بنفسيتي، وكل ما بحس حالي اني انا وقفت او بعدت عن الرياضه فانا بتحول لبني ادم ثاني تماما. في شوي اهل بالضبط يتبعوا الميول المعين تضيله هي الطاقة، كيك بوكسي موضوع من الصغر. لازم نتبع مثلا اذا في ميول او في طاقة، هي تفريغ طاقة تمام، هي تفريغ طاقة، فلازم هي تتبع من وقت ما يكون الشاب أو الصبية أطفال، لازم يتبع هذا الموضوع من الصغر. هلأ على الكبار ممكن تصير في عمليات تشجيع، يعني مثلا أنه دور هي على الشيء اللي إلى ميول أكثر عليه أو بتحبه، ما تكون الشغلة إجبارية. يعني هلأ بعد ما يصيروا بعمر معين ما عاد فيكي انت ترجديهم، فهنن بدهم يواكبوا نفسهم، يلاقوا شو الشيء اللي هنن بيحبوه، الشيء اللي هنن بيميلوا له. يعني مثلا مثل انا بكره الرياضات العنيفه، فبروح بميل للشغلات الحارقه للدهون بس بطريقه بستايل انا بحبه، فانا ماني مجبره اجي لا اقمع حالي لا انا لازم العب بهي الرياضه، هي بتحرق اكثر شيء وكذا، بروح درس وعشره لا بعدين لا، بتبع الشيء اللي انا بهواه، اللي انا بحس حالي اني انا رايحه وانا متشجعه عليه، انا مبسوطه فيه، محل ما بلاقي حالي بروح. ما حدا يجبر حاله على اي رياضه عنيفه لانه حتقلب
العكس، رح اتضايق ومل واكره الرياضه ونرجع من تحت الصفر. فهي هي الفكره. هي نقطه كثير مهمه، مسؤوليه الاهل في توجيه اولادهم. هي مفهوم الرياضه، يعني نحن وصغار بطلاب المدرسه حصه الرياضه كانت دائما تروح للحصص الاخرى، هي اساسا تربيه بدنيه قبل ما نقول رياضه. كيف فينا التربيه البدنيه للجسم؟ حتى الطفل مثلا لما نبلش معه من هو صغير بتلعب دور بالنفس، بطاقته الجسم قديش قادر يتحمل لبعدين. هاي نقطه كثير مهمه، اذا فينا فعلا نحن من الاولاد من هن وصغار نعمل لهم بعض التمارين الرياضيه. صحيح. بالبيت كمان، بس فينا نقول بسيطه مش كثير قاسيه. أكيد. باعمار صغيره، مع انه عم نشوف اعمار صغيره عم تكون في رياضات عنيفه للاطفال وعم يفرغوا فيها طاقات وعم يحصلوا على كمان مراتب فيها. هلا مثل ما حكينا، مثل الكيك بوكسينج، المواي تاي، التايكوندو، هدول كلهم صار في لهم تمام، صار في لهم بطولات واحزمه وانا مالي كثير خبيره فيهم يعني، بس انه عم شوف يعني عندي بالنادي وكوتشات زملاء. بس الرياضه العنيفه للطفل هلا، بعيدا عن الرياضات اللياقه البدنيه، لان احنا كل شيء ذكرناه يعتبر لياقه بدنيه، اوزان وجيم وهي القصص ابدا هي ما لها نصيحه للطفل، لانه هو بيكون بمرحله نمو. صحيح. فهو في عنده قدره عضليه معينه، في عنده سن معين، في عنده مرحله نمو لقدام، فنحن لازم نتبع الشغلات اللياقه البدنيه. هلا كثير انا عم شوف لانه اخطاء مثلا بالجيم، انه عم بيفوت مثلا طفل عمره 16 سنه صحته منيحه، بيلعبوا اوزان وقصص وكذا، وهي في اخطاء كثير هي عم نشوفها. طبعا دائما لحد ما يوقف النمو عند الطفل، هون نحن بنقدر بقى نتبع الجيم والاوزان وكذا. تحت السن اللي لسه عم ينمو الجسم فيه، نحن لازم نكون ضمن اللياقه البدنيه فقط. فهي نصيحه عامه. غير هيك كثير بشجع، وحتى لو كان الطفل ماله ميول، خلي طاقته موجهه لشغلات معينه، لنشاطات وللرياضه هي اولا واخرا. يعني الرياضه تحديدا الطفل بيقلد اهله، يعني اذا شفته عم يلعب رياضه بالبيت بتلاقيه ممكن يركض وراها. اكيد اكيد النشاط بيفرق، حياته بتفرق، تنظيم وقته بيفرق، مزاجه بيفرق. يعني هي طبعا انا ما عم بحكي على فتره انيه، لكل العمر تسحب معه. انا كمان بحكي عن حالي، دائما بضرب مثال بحالي لكون واقعيه. الرياضة كتير لعبت دور بحياتي، يعني من الناحية الجسدية، من الناحية الفكرية، المزاج، من كل النواحي. من يعني كل النواحي. تمام. صحيح. فأنا بنصح أي طفل حتى لو ما له ميول، لأن احنا نكون وراء لنشجعه على هذا الموضوع. خلينا نرجع عند السيدات يلي عم يشوفونا، وخاصة الصبايا. الشتوية هي كتير بتخزن سيلوليت ودهون وصعب الحرق. صح. بس في الصباح شو فينا نعمل هيك حركات بالبيت نعلمها للصبايا والسيدات اللي عم يحضرونا، غير انه بركي ما عندهم وقت؟ بيقولوا لك في ناس بتقول انه تنظيف البيت هو رياضه، هو من اهم الرياضات. هلا مع الاسف الاولاد بتلك الرياضه. هلا على فكره المشكله انا ما فيني افرض وقت معين على السيدات المنزل. هلا انا من العالم اللي انا بيجيني نشاطي المساء، ما بيجي نشاط الصبح، مع انه هلا اذا نحكي على اليه الحرق الصحيحه فهي بتكون تماما الصبح. بس كل حدا هي طباع بالنهايه، كل جسم وله اليه الحرق او له النشاط المعين تبعه، فمو كل الاجسام مثل بعضها. ممكن تلعب الصبح مو بكامل نشاطها، تلاقي نشاط الظهر، اوكي لعبي الظهر، لقيتي نشاطك المساء بلعب المساء. فطبعا مع الثقافه العامه انه نحن شو نعمل قبل، شو ناكل قبل، شو ناكل بعد التمرين. هلا الصبح شو ممكن نعمل نحن بقلب البيت؟ ممكن طب خلينا نعطي امثله، مثلا لازم أمثلة. نتروق او ناخذ على الفطور تمر، حليب، هدول القصص الصحيه بعد عن الخبز. تمام. هلا الاطعمه اللي انا دائما هي اكس منكنسلها تماما، الاطعمه الحاره، البروتين الحارة. تمام. يعني الحر، الفلفل، الشغلات الحادة. ما بعرف هاي المعلومة ليه. هي بتحب السوائل بالجسم. تمام. آه، مع انه في عالم العكس اخذين انه الحر لا بيحرق اكثر. لا لا. صحيح. الاطعمة الحارة مضرة. على شكلك انت من محبين الحد. اوكي. الاطعمة الحارة، البروتينات الصعبة الهضم، لازم دائما يكون عندنا، حتى مو بس الفطور، بشكل عام بقلب اليوم لازم يكون في عندنا بروتينات سهله الهضم، وجبات خفيفه، نبعد عن الفطاير والمعجنات، نبعد عن الكولا والبيبسي، هذول القصص. الوجبات الدهنيه اللي فيها كوليسترول عالي بتاثر على القلب. تقريبا هدول اللي بشكل عام نحن نبعد عنهم. انا حكيت بمجال واسع، يعني اعطيت على كل شيء، فطور وغدا وعشاء. صحيح. هدول السته لازم نبعد عنهم تماما.
طيب الفترة الزمنية، يعني هلا قلنا على الأكل وقلنا ممكن تلعب رياضة بالوقت اللي بيناسب، بس في كثير سيدات بتقلك الصبح أنا قادرة أكثر لأنه عدم الالتزام بأمور أخرى مثل العمل والأولاد. فترة زمنية بشكل مثلا أسبوع، يعني أنا إذا فيني 3 أيام بالأسبوع بالبيت أعمل تمارين رياضية 30 أو 20 دقيقة حسب. تمام. قديش هي بتأثر؟ وخلينا نعطي أمثلة لكل السيدات يعني تشوفوا. هلا طبعا أنا بنصح إنه بداية للمبتدئ إنه 3 أيام بالأسبوع أوكي منيح. دائما لازم يكون في فترة راحة عضلية واللي هي 48 ساعة دائما. إذا كان في عندك تمارين بأوزان أو شيء فنحن لازم يكون في عنا استراحة عضلية اللي هي 48 ساعة. يعني بنرجع على قصة إنه يوم أي يوم، لا 3 أيام بالأسبوع. إذا هي كانت من محبين الرياضة كتير تبع أنا كل يوم كل يوم بروح، لازم يكون في عندك يوم بريك إجباري. بنجي لقصة الحرق. هلا هي ساعة ساعة ونص أوكي، في عالم لا نشاطة ساعتين و لا ساعة كافية، ساعة ونص كافية لنشاطها عالي. بعد هالساعة تلاقي حالة نشطة وحالتها رواء وكذا، هون بقى بتبلش بقى تفتح القابلية. طبعا هون احنا هون ببلش كان هون بيزيد عنا افراز معدل هرمون الاندروفين اللي هو تبع بيخليكي تشتهي كل شيء بتشوفيه قدامك. هلا هذا الهرمون رفيق صاير والله هو رفيق الكل بصراحة، هو رفيق الكل. ايه ف بس يصير في عنا افراز لهذا الهرمون ببلش الجسم يطلب بطريقه مفجعه. يعني لما ما بنلعب رياضه بيكون وضعنا طبيعي، لا بالرياضه بيساعد على افراز هذا الهرمون. فهون احنا بدنا نتحكم نضبط هذا الموضوع. طبعا الاكل كثير مهم بعد التمرين مثل ما حكينا، البروتينات سهله الهضم. بعد بقدي فينا بعد التمرين مباشره بس مثل ما حكينا بروتينات سهله الهضم، بعد عن السكريات. مثلا فينا نشرب شاي مثلج طبعا ما فيه سكر، فينا نشرب شيء فريش يكون اخف شيء سكر، ففينا ناكل بعد التمرين دغري، ولكن مثل ما حكينا بشيء معين بروتينات سهله، اي وجبه تكون سهله الهضم طبعا تحت حميه غذائيه. بس ما في وقت معين لبعد التمرين، بالعكس الجسم رح يكون بحاجه كثير قويه للاكل بعد التمرين. بس في كثير من السيدات يمكن عم يتابعونا في عندهم بيسموها شحوم خاصيه، يعني بتقول لك انا بلعب رياضه، انا بمارس تمارين رياضيه، وهي مش بكل الجسم، هي بمناطق محدده بالجسم. تمام. كمان هون قديش فيها كمان الرياضه مع نظام غذائي؟ في مثلا بيقول لك ريجيم هيدا لا الشحوم العنيده او القاسيه ممكن خليكي تفقدي وزن باماكن محدده مع الرياضه. صح. هلا اولا الرياضه هي ما بتشتغل على عضله معينه. هلا في عالم بتقول لك انا كل يوم عم بلعب معده عشان يروح بطني، يا قلبي مو كل يوم الواحد بيلعب معدة. أولا مثل ما حكينا في استراحة عضلية. تاني شغلة إنه كنا عم نحكي على قصة على قصة الشحوم القاسية. أولا ما بيلعب للعضلة يوميا. تانيا ما في رياضة لقرنة معينة. صحيح. الرياضة بتلعب على كل الجسم، تعمل كارديو لكل الجسم، تحرق دهون بكل الجسم. ولكن مثل ما قلتي الأكل، في مثلا مثل السكريات اللي بتعمل ديفويات مثل اللي عنا يعني حاليا بالشتاء. تمام. السكريات، المعجنات اللي بتعمل بطن، مثل المشروبات الغازية اللي بتسبب انتفاخ بالكولون. فهدول القصص اللي بيبعد عنهم أخصائي التغذية مثلا بموضوع الديفويات الخواصر والبطن. مثلا بالرجلين بيبعد عن موضوع الدهون مثل الشحوم، الأكلات الدهنية الأوفر صعبة الهضم. ففعلا في مناطق معينة بتتركز فيها دهون من أكلات معينة. فمزبوط في ريجيمات خاصة بهذا الموضوع، ولكن الرياضة هي ضرورية وهي بتشتغل لكل الجسم. ما في رياضة بتحرق منطقة معينة. هذا اللعب بنلعبه بقى على العضلة وبنلعبه بالريجيم. والرياضة أكيد هي مكملة للريجيم، والريجيم مكمل للرياضة. تمام. حكيتها بالأول بنفس الوقت. أكيد. كوتش خلينا نحكي شو هي البروتينات اللي هي سهلة الهضم أو يلي هي ما بتعند بالجسم. هلا مثلا في كتير بيقولوا يلا رح أخذ لي بيضتين ثلاثة بلا خبز. هلا هو مزبوط بيض المسلوق مزبوط 2-3 لا اكيد مو 2-3 في كميه معينه، لا ممكن بيضتين. تمام. الفواكه، البطاطا المسلوقه، لبن خالي الدسم، حليب خالي الدسم، الدجاج الابيض المسلوق. طبعا مثل ما حكيت كمان هذا الشيء بيختلف على زمره الدم، بيختلف على اليه الحرق عندها. مثل ما حكيت هلا انا من العالم يلي انا زمره دمي ايجابي، فانا بحرق باللحم الاحمر اكثر من اللحم الابيض. فكل حدا مثل ما حكينا لهيك عم نقول انه ما حدا يتبع ريجيم من عنده، لانه فعلا هو كثير دقيق. صح. كثير دقيق. وفي عالم بتتبع ريجيم لفتره طويله،
كمان هذا الريجيم مثل ما حكينا بيثبت الوزن، يعني لا في عالم انه بتضل مثلا 3 شهور بتنزل اول 10 كيلو بعدين ما عاد تنزل، ما عاد تنزل وزني لانه ما عملتي يوم فري كمان. اولا ما عملتي يوم فري، ثانيا الجسم بيتعود على حاله معينه بصير بيطلب اليه حرق اقوى، فانا بدي زيد معدل الحرق بالرياضه تبعي، ممكن بدي اغير الريجيم، وفي شغلات ممكن انا بدي ابعد عنها، فما بنتبع ريجيم لفتره طويله. واذا كنتي انت عند اخصائي تغذيه فبتلاحظي انه هو كل شهر رح يعطيكي نظام جديد لحتى يتبع اغذيه جديده، ولحتى يشوف المعدل عندك كيف صار بين الفيتامينات للدهون، يرجع بيعطيكي شيء عادل جسمك. فلهيك الموضوع تبع اكلت بيضتين وانا خلص وشبعت ما قدرت اتغدى، اكلت وجبه واحده طول النهار، هي كثير بسمعها والله ما اكلت غير وجبه، لا لا بالعكس، نحن كل ما زادت الوجبات وقلت الكميه تمام فبتكون اليه الحرق صحيحه بالجسم. على فكره نحن موصل لخمس وجبات بالنهار، في عالم تقول لك انا ثلاث وجبات، خمس وجبات هي صحيه اكثر من ثلاث وجبات، ما بين الوجبه والوجبه بيكون اليه الحرق اقوى والكميات اللي عم تفوت انت عم تعطي مثل جرعات للجسم، فالجسم لانه بنرجع لاليه الحرق بيطرح. بس مو صحنين صحنين مثلا، لا اكيد مو لهالدرجه لان احنا فهمانين الموضوع غلط، انا مشان هيك عم بشرح عم وضح، كميات صغيره خمس وجبات يعني مثل ما بيقولوا ستايل هي شو بيقولوا لها شو هي انه بيقولوا بتزغري معدتك او بتاكلي بحجم الزبديه. انا في صوره على الفيس مره شفتها تبع المعلقه قال لي الدكتور اكل معلقه رز المساء ففرجوني المعلقه لا في لا كثير انه الزبديه يعني بحجم الزبديه تاكلي وجبتك، يعني زبديه تمام. رز زبديه شيء هلا احنا دائما بدنا نعتمد هلا اذا اعتمدنا هي الريجيمات اللي نحن عم نحكي عليها فانت اوريدي بتحسي بحاله الشبع، فانت ما عاد بيطلب جسمك هي الكميات. هلا انا لما باكل وجبه واحده فانا لما باكلها باكلها بحاله هستيريه من الجوع، فلا انا لما بقسم وجباتي فانا بضل حاسه بمرحله الشبع ما باكل بكميه عاليه. ونظام الحياه لانه اذا العمل لساعات طويله هون بيختلف عندك يعني حتى صحيا بعيدا عن موضوع الرجيم، حتى صحيا المعده هي لازم تتقسم على خمس وجبات، ثلاث وجبات هي اللي نحن تعودنا عليها بس خمس وجبات هي الصحيحه حتى صحيا بعيدا عن الرجيم. طيب في كثير من الناس يمكن كانت تتابع او يعني تمارس الرياضه بشكل مستمر وقطعت لفتره زمنيه طويله وعم ترجع، بتلاقي في مشاكل بالعوده، يمكن كمان ترجع بطريقه مو صح، في كثير من الاخطاء الشائعه حول هذا الموضوع، خلينا نحكي عنها. هلا اولا قطع الرياضه المفاجئ هو انت كانك هدمتي كل شيء بناتي. يعني هلا انا على نظام مثلا الرقص، حتى الرقص اليونت الجسم بتفرق بشهر، حتى خلينا نقول ب 15 يوم لما بدنا نقطع الرياضه. لا في عالم تقول لك انا ما تقدر التزم برياضه، عندي سفر عندي شيء عندي كذا، بخفف شوي شوي ولكن ما بقطع، بخفف لعبي مثلا انا كنت العب بطريقه كثير قويه او عنيفه، بخفف معدل اللعب تبعي وبقلل الوقت وممكن ضل عم مارس الرياضه. صار قاسي منه مثل قبل مرة تمام، يعني لو ضل على بالاخير على رياضه المشي، اما اني اقطع وارجع حتى الجسم بيكون بحاله رفض اول شيء، يعني حتى بيكون اصعب من البدايه، اصعب من اللي جايه هلا من الصفر. فلا دائما اذا الواحد بده يفوت بالرياضه بده يحاول انه قدر الامكان يضل له جهد بسيط بس هو ما يقطع الرياضه. قديش صرنا عم نقول نلعب رياضه؟ والله انا صار من انا وصغيره بدي نلعب. انا عم بقطع الشهر عم بحس بتقل شهر واحد، معني انا كوتش وشهر واحد بحس بكثير بصعوبه لما برجع. لازم 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 كلنا خلص، حتى لو بس خلص من هون على النادي هلا لو بس مشي عن جد لازم اليوم. طيب بس سؤال قبل ما نختم، نحن هلا كلنا يعني مهووسين بالاجهزه الموبايلات الذكيه، في الابلكيشن اللي هو هيلثي، فبتلاقي الناس انه اذا مشيتي باليوم هلقت خطوات، قديش المعدل الوسطي لحتى تكوني ماشيه صح؟ ناس بيقولوا لك 6000 خطوه، ناس بيقولوا لك 10000 خطوه، هي قديش مثلا الخطوات الصحيحه؟ يعني انا بلاقيها هي كثير معقدة انه نحن نعد الخطوات او مثلا قولي هلا صار في اجهزة بتعد هي الخطوات هي على الموبايل تمام. بس هلا انا دائما بنصح انه الرياضة شو ما كانت ان كانت مشي او غيرها انه اقل شيء نحن 50 دقيقة لساعة. أوكي. يعني هذا هون الجسم ببلش، نحن الجسم اساسا بده ثلث ساعة ليبلش يعطينا، يعني نحن ثلث ساعة بحالة تهيئة عضلات، نحن هون لسه ما بنكون عم نحرق شيء، يعني اي كالوري نحن عم نحرقها فهي بس مجرد
يعني كارديو احماء للجسم انعم هي عضلاتي لاي لعب ثاني. احنا بعد الثلاث ساعه بتبلش اليه الحرق تختلف عندي، لهيك انا ساعه بعتبرها هي كافيه، طبعا ساعه ونص تمام، ساعتين حسب كل حدا ونشاطه وجهده، ولكن مو اقل من ساعه. الخطوات معلش ممكن العالم حتفتح او يكون لها خلق او شيء، طبعا بنصح انا اذا في احدا قدران يلتزم فيها وملاقيها انه هي مريحه له اوكي يضل على هذا النسق، ولكن احنا عم نحكي بشكل عام ساعة هي المعدل الوسطي للأشخاص المبتدئين وللأشخاص المتمرسين بالرياضة. يعني فينا نقول نحن ثلاث ساعة هي إحماء، باقي الوقت هو يلي ببلش بآلية الحرق. طب هلأ مين ما كان قادر أنه هو يلعب أي حدا رياضة؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني كثير عم أشوف هلأ أنه أنا كوتش، أنا كوتش، لا بلعب سنة، بلعب سنة بسرق المعلومات، بعمل دورة تدريبية بصير كوتش. تمام، انا لحد الان انا قلت 8 سنين بمجال التدريب، لحد الان بتثقف وباخذ شغلات جديده، ولحد الان بكل مقابله لي انا دائما لازم اني ارجع راجع معلومات جديده للاسئله اللي بتجيني. فلا بالعكس، ومع ذلك حتى متدرباتي سنه عن سنه بيفرقوني بالتدريب انه كوتش انت متغيره حادثه عامله، فما حدا بيوصل للاكتفاء الكامل. لا وحتى التمارين بيضل في شيء جديد مع الجسم كمان بطريقه خطا ممكن تكون لها اثار في عالم اللي خطيره، مثل اللي كانت عم تقول انه سنه وبيصيروا كوتش، كثير صعب انه يتفاهموا مع كل الاجسام. صح، راح تبين الاخطاء قولا واحدا، يعني حيبين قله الخبره بمكان معين. فلا خلينا نكون متثقفين كاملين ونفوت على هذا العالم بثقافه كامله بلا ما نضر حدا، يعني بلا ما يكون حدا متضرر بسببنا. اكيد اكيد. يمكن اليوم كان في معلومات كثيره ومفيده. طبعا. كوتش نشكرك اكيد على وجودك معنا. والرياضه اساسا حياه، فتمارين بسيطه بالبيت ممكن تاثر حتى على نفسيه الشخص. نشكرك كثير. صح، نشكركم لكم. شكرا لكم حبيبتي. شكرا. اما هلا ليا بننتقل لمادتنا التاليه. اقامت حمله ابتسم فعاليه فنيه موجهه للاطفال، ضمت نشاطات وفعاليات عديده، خلونا نتابعها مع زميلتنا سالي الشعري. أقامت حملة ابتسم فعالية فنية موجهة للأطفال اليتامى ومرضى السرطان بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والسفير الإيراني في دمشق جواد ترك أبادي وحشد من الفنانين. ما ميز هاي الفعالية إنه حكت عن ألمين كتير كبار بحياة الإنسان، هن الإصابة بالسرطان واليتم، وتكلمت عن الأمرين بأمل وتفاؤل كبير وبفرح كبير. مشاركتنا في هذا إنما هو من أجل حملة لجلب الابتسامة لمرضى السرطان وأيضا للأيتام، والتعاون من أجل أن يكون التبرع وأيضا المساعدة لهذه الجمعيات التي تشارك بهذه الأمور يتم إعانتها. هدول الأطفال لما نحن منوقف معهم، منوقف جنبهم ومنفهمهم شو معنات هذا المرض، طبعا للمستوى يلي الأطفال يلي بيقدروا بتقدري أنت تتعاملي معهم وتتفاهمي أنت وياهم، فهذا بيعطي كتير معنويات عالية للأطفال. اليوم الطفل هو أهم فرد بالمجتمع، لأنه هو المجتمع بكرة، هو مستقبل البلد، هو مستقبل وطن بكامله، فالمفروض نكون معهم. وكل الشكر والمحبة لكل مين عم يقوم بهيك فعالية ليدعمهم وليدعم أهاليهم، لسه الأهل بيعانوا أكثر من الطفل نفسه. نحن كتير فرحانين ومتشرفين بوجودنا مع أطفال الأيتام وأطفال مرضى السرطان، لنقول لهم تحت حملة ابتسم، لأنه فعلا هي الابتسامة مرافقة للموسيقى فهي الحياة. اليوم إحنا هذا الجيل من الأطفال اللي منرهن عليه ببناء مستقبل سوريا، اللي هن الخامة الأساسية والخامة الفكرية. بنفس الوقت اخترنا اليوم مقطوعات خاصة بهذا الحفل اللي هي من خلال مقطوعات موسيقية عالمية لموسيقى أفلام. اليوم هي الموسيقى بتزرع بالطفل انه بيقول انا سمعتها وشايفها بفيلم، في منهم يكونوا شايفينها وفي ممكن يكون لسه مو شايفينها، فهذا الشيء رح يكون معهم هو مع الوقت انه انا سمعتها بهذا العمر بهذا المكان، اللي بتترك عنده انطباع كثير جميل وكثير حلو. تضمنت الفعالية عزفا موسيقيا وعرض فيلمين قصيرين
عن هاتين الشريحتين من الأطفال، إلى جانب تكريم الفنانين القديرين دريد لحام وبسام كوسة وغسان مسعود. رسالة إنسانية موجهة لشريحة الأطفال الذين يشكلون مستقبل المجتمع وأساس بناء ثقافته وحضارته. ومتابعينا أكيد بصباحنا، وهلأ خلينا نروح إلى دار الأسد للثقافة والفنون يلي عم يتابع نشاطاته وعم يتابع دعم الموسيقى بسوريا، لأنه الموسيقى عن جد هي حياة. خلينا نروح نتابع الكليب التالي مع زميلتنا ريزان. الأعمال بليغ حمدي هي رح تقدم بأصوات سورية أكاديمية من طلبة وخريجين المعهد العالي للموسيقى لبنان نفاع، من طلبة بالسنة الرابعة في المعهد العالي للموسيقى اختصاص غناء شرقي. رح تقدم أكيد أغنية ميادة الحناوي، أنا الحب اللي كان، أليسار السعيد كمان طالبة بالسنة الرابعة بالمعهد العالي للموسيقى رح تقدم العيون السود لوردة، سيلفي ستيمان أو القديرة سيلفي ستيمان هي من خريجين القدامى للمعهد العالي للموسيقى رح تقدم بعيد عنك لأم كلثوم، وبالختام رح يكون ريان جريرة وهو طالب كمان من الطلاب المميزين والأصوات الواعدة بالمستقبل. أكيد ريان جريرة هو طالب السنة الرابعة كمان رح يقدم سواح. نحن كادر أكاديمي بحت، طلاب طبعا معنا المدام سيلفي هي خريجة معهد عالي، ولكن أنا وليسار وريان طلاب في المعهد العالي سنة رابعة، فالموضوع هو قائم على دراسة وقائم على جانب فني طبعا، يعني إن شاء الله نكون إنه قادرين إنه نجسد كل الجوانب المطلوبة من هذا الحفل. وكمان شرف كبير إني أكون مختارة غنية للقامة السورية الكبيرة ميادة حناوي، وأقدر إني أوصل شيء من فننا للجمهور. ملحن بليغ حمدي كلنا بنحبه، هو على الصعيد الشخصي أنا من عشاقه، ألحانه لها نكهة خاصة، له شخصية مميزة، كل حدا بيغني لبليغ ما في حدا من الناس أو ما في حدا من الموسيقيين أو مستمعين بيسمع لبليغ وما بيعرفه. طبعا رح أغني له أغنية سواح للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي من ألحان طبعا بليغ حمدي، وهذا شرف كبير لي مشاركة اليوم على مسرح الأوبرا مع الزملاء أصدقائي الموسيقيين. أكيد مثل ما تابعنا نور، يمكن طلاب من معهد العالي أكيد نوجه لهم تحية كتير كبيرة بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، قاموا بهي الأمسية تحية لروح الملحن أو لألحان بليغ حمدي. طبعا نقول هدول الطلاب هن أكيد ناطرون مستقبل كتير حلو إن شاء الله يا رب، لأنه عن جد بترفعوا الراس. يعني تحية لكم كلكم ولكل الموسيقى
الموسيقيين، المعهد العالي دائما بخرج دفعات بترفع الراس. اكيد ليا، ومثل ما قلنا ظروف استثنائيه بس دائما عندنا ابداع وفن، فبنوجه لهم تحيه كثير كبيره. اما هلا بدنا ننتقل لمادتنا التاليه وتحديدا لمحافظه حمص، فقد اطلقت فرع الجمعيه السوريه لمكافحه السرطان بالتعاون مع مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل فعاليات معرض وسوق خيري بعنوان طريق الامل. التفاصيل مع مراسلتنا بحمص شيرين العلي. أطلق فرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض وسوق خيري بعنوان طريق الأمل في فندق السفير حمص، والذي يعود ريعه لدعم مرضى السرطان. بما أنه هذا الشهر، الشهر الماضي والشهر كان اليوم العالمي للسرطان واليوم العالمي لسرطان الأطفال، حبينا نقوم بهالسوق الخيري اللي الحمد لله في شركات منيحة مشاركة، أكثر من 26 شركة مساهمة، يعود ريعه إلى وجزء من أرباح الشركات كمان بيعطونا إياهم. نحن بنتشكر هالشركات كلهم. نشارك بالسوق الخيري لجمعية السورية لمكافحة السرطان. منتجاتنا هي كلها عبارة عن أعشاب طبيعية، كل شيء طبيعي فيها، ما في أي مواد كيميائية. نحن مشاركين بالجمعية الخيرية مكافحة السرطان، إنه نحن قدمنا شيء بحيث إنه إذا بعناه بنقدم ريعه للجمعية، وإن شاء الله بنتوفق بالمبيع ومشان ندعم الجمعية بكامل استطاعتنا. السوق الخيري الذي يستمر لعدة أيام يضم منتجات ومشغولات يدوية كالنحاسيات والمطرزات والإكسسوارات والحلويات والقطع الفنية والأدوية والأعشاب الطبيعية وزم الإسعافات المنزلية وغيرها. مشاركتنا بالدرجة الأولى هو دعم جمعية مرضى السرطان بالدرجة الأولى، وليس من الناحية المادية، من الناحية المعنوية لدعم المرضى السرطان والجمعية تكون بخير. شاركنا هون بكافة التجهيزات الطبية بمفرداتها من كافة الاختصاصات دعم للجمعية رعاية مرضى السرطان. طبعا مركزنا بتميز بعدة مراحل. هلا بالدرجة الأولى في عنا كل شيء بيتعلق بالمواد الاستهلاكية لمرضى السرطان، من معقمات، من أجهزة، من أكسجين، مولدات الأكسجين المحمولة المميزة هلا أجهزة جديد، هي ممكن خفيفة الوزن ولكن بتعطي 5 لتر بالدقيقة بشكل كامل. نحن شركة حلويات شرقية وغربية، حلويات ريتاج، منصنع مشكل شرقي. حبينا نشارك. هلا نحن كل شيء مبيعاتنا ارباحنا راح يرجع ريعه للجمعيه السوريه لمكافحه مرض السرطان. كل شيء هون نحن راح نبيعه بالسوق الخيري راح يعود ريعه للجمعيه السوريه لمكافحه السرطان. يعتبر هذا السوق الخيري الاول للجمعيه بعد استئناف عملها بحمص العام الماضي، والذي ستتبعه اقامه عدد من المعارض والاسواق الاخرى لدعم مرضى السرطان. من فعاليات السوق الخيري طريق الأمل في فندق سفير حمص، شيرين العلي، الأخبارية السورية. ومتابعين بجولاتنا عبر المحافظات السورية، وهلأ خلينا نروح إلى حلب حيث انطلقت فعاليات مهرجان الياسمين والسنديان يلي نظمته رائدات الأعمال في غرفة تجارة حلب بفندق الشيراتون بمشاركة 100 من رواد الأعمال. تفاصيل خلينا نتابعنا مع مراسلنا أنس رمضان. انطلقت فعاليات مهرجان الياسمين والسنديان الذي تنظمه رائدات الأعمال في غرفة تجارة حلب بفندق الشيراتون بمشاركة 200 من رواد الأعمال الذين احتوت أجنحتهم على المشغولات والأعمال اليدوية النسيجية والصوفية والمطرزات وإكسسوارات الزينة الفضة والتقليد والملابس الجاهزة والمفروشات ومنتجات الفخار والنحاسيات والسجاد والصابون والزعتر الحلبي والأطعمة والحلويات التي تنم عن إبداع المرأة الحلبية ومهارة الحرفيين فيها. ندعو الجميع لزيارة هذا المهرجان المقام في شيراتون حلب لغاية يوم الأحد القادم كي يستطيع المستهلك أن يتبضع ما يحتاج بأسعار مناسبة. الليرة السورية تتعرض اليوم لضغوطات شديدة، ومن واجبنا أن نتكاتف ونتظافر جميعا لعودة دعم الليرة السورية. كان لنا دور بغرفة التجارة، سوينا دورات تعليمية من أجل المساهمة في موضوع المبيعات للسيدة، وسوينا برنامج تنموي
عرضنا فيه سيدة الأعمال شو خرج تقدم وشو خرج نحن نقدم لها، ودعمناها بشكل خاص لأنه مثل ما بنعرف السيدة السورية أثبتت وجودها خلال الأزمة وعطت دور كتير كبير بالسوق، وكان المنتج تبع السيدات الأعمال منتج كتير حلو وحققت مبيعات كتير منيحة. يأتي المهرجان ضمن الإجراءات المتخذة لدعم الليرة السورية ودعم المستهلك وإظهار جودة الصناعة والإنتاج المحلي لرائدات الأعمال، والذي اتسم بالجودة والنوعية العالية والمميزة والأسعار المنافسة والتشجيعية. أكيد هيك معرض عم بنفتح سوق كبير بوقت صعب، نحن بظرف اقتصادي صعب عم نفتح سوق طبعاً بأسعار رمزية جداً، لأنه السيدة اللي عندها منتج توصله تقدر تبيع وتقدر يكون هذا مردود اقتصادي لعائلتها. الجانب التدريبي هو مثل تدريب بسيط عندهم مشاريع صغيرة، بيبدأ من تصوير المنتج في المنزل أو بالمحل لتسويقه، لكيفية إدارة صفحة الفيسبوك أو الإنستغرام بطريقة صحيحة. فهو مثل أساس للأشخاص اللي هي عندها مواهب كتيرة. يشكل المهرجان فرصة مهمة لرواد الأعمال لتسويق منتجاتهم وأعمالهم اليدوية خلال إقامته على مدى 4 أيام، وما يترافق معه من أنشطة تثقيفية ودورات تدريبية للمشاركات بإشراف مختصين من غرفة تجارة حلب لتمكينهن من عرض منتجاتهن وتسويقها بالشكل الأمثل. هلأ ليا وصلنا لفقرة يمكن مهمة بتهم كتير من الناس اللي عم يتابعونا، بتهمنا قديش فينا اليوم فعلا نركز على ذاتنا نطورها، قديش فينا نطور مهارات نفسنا. بس المشكلة المحيط بيلعب دور وتأثير كتير سلبي، لأنه المحيط ممكن يكون حافز وبنفس الوقت يكون يأثر عليك سلبا. دائما في نقد سلبي، دائما في ملاحظات، دائما الكمال لله. فينا نطور ذاتنا، فينا نعمل كتير أشياء مهمة لنحس براحة نفسية وصحة كاملة. نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الأخصائية الاجتماعية شفاء صوان. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. يا صباح الخير. يا صباح الورد. بالبداية خلينا نحكي، اليوم نحن كتير بحاجة إلى الكلمة الحلوة، بحاجة للدعم، بحاجة لبعض. كيف فينا نكون سند لبعض؟ كيف فينا نكون حد بعض ولو بالكلمة الصح؟ هلا ستيفن كوفي بيقول دائما خذ طقسك معك، احمل طقسك معك، حتى لما بيكون الطقس مغبر مغيم في قصص كتير، فخليني طقسي الإيجابي أنا أنقله للناس، أنا خليني يكون أكثر يعني اتفهمهم احتويهم. مو أكيد مو كل الأوقات نحن فينا نكون برتم واحد أو بنكون بسلام دائما، أوقات في شغلات بتزعجنا بتضايقنا، ضغوطات معينة بتخلينا، بس حلو إنه نحب بعض، نتحمل بعض، نقدر بعض، نضع نفسنا بمكان أي شخص. يعني عم نلاقي الناس بأي لحظة ممكن عم تنفجر على بعض بلحظات معينة، هي عم بضغط بشغلة بحياتها بكذا، بتجي واحد غريب بالشارع بتنفجر عليه. فهذا كتير لازم ضروري نقدر بعض. يعني لما حدا دعم بعض، يعني اشرت لنقطة دعم بعض. تمام. دائما الآخر مثلا تكوني عاملة شيء يمكن شيء بسيط يمكن شيء ما له طعمة، بس أنت حبيبتي مأثر عليك بشكل كتير إيجابي، الآخر بيلغي لك هيدا الإيجابي، بيقول لك يعني ما أنك عاملة شيء مهم، لا بشوفه مهم لأنك أنت حابه. قد هي النقطة بتلعب دور؟ يعني في كتير من الناس مثلا بتكوني عاملة شيء بتقول لك انه مو ظابط لو عملتي هيك، لا دائما في نقد، دائما في سلبيه بالموضوع. اي انجاز في تحطيم لبعض تفاصيله من خلال المحيط. هلا حتى بعلم التربيه بيقولوا القط طفلك هو عم يتصرف تصرفات ايجابيه، كمان القط والناس هن عم يشوفوا شغل عم يساووا شغلات ايجابيه. نحن مشكلتنا لما الناس بتساوي شغله سلبيه حوالينا بنضوي عليهم، ويعني على فكره شعور العار من الطرفين يعني كثير بشع. اما اذا انا ضويت عليه للاشخاص لما بيعملوا شغله ايجابيه واشكرهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل ما قدرنا الاشخاص وشكرناهم وقدرنا جوهرهم وشفنا الاشياء الايجابيه قد ايه، مثلا ممكن اشخاص عملوا معنا شغلات ايجابيه كثير، اجوا موقف واحد انا بغفر لهم بسبب المواقف القديمه اللي كانوا معي، فانا ما بشوف الموقف نفسه، بشوف ما قبل وما بعد. وانا دائما العلاقه لازم تنبنى مستدامه على القيم والمبادئ، هي لما بتنبنى على القيم والمبادئ عن جد بتكون مستدامه مع اي شخص بالعالم. يعني حتى عابر طريق رح الواحد يكون معه
بحاله كثير حلوه وايجابيه، وحتى اذا التقى فيه مره ثانيه ومره ثالثه او ما التقى فيه بيضل في دعوات حلوه او امنيات بالخير لهذا الشخص اللي التقيت فيه وعمل معي شغله حلوه او معروف صغير او شغله او خدمه بالشارع بجوز ما شوفه هذا الشخص. فكتير حلو ندعم بعض ونساعد بعض، اي حدا بيقدر يعني يزكي عن علمه عن ماله عن ثقافته عن وعيه يحاول يساعد الأشخاص اللي حواليه، يحاول يعني نحن هلأ بما أنه الماديات مو كل الناس قدرانة عندها مادة، كل واحد عن جد أنه كمان الزكاة تطهير وتنظيف، يعني اللي بيقدر يعلم الناس يعلم، اللي بيقدر يساعد الناس يساعد، اللي بيقدر أي شيء يساوي إيجابي عن جد أول حدا حيعود عليه هذا العائد هو نفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، يعني أنت لما بتقدم لأي شخص بالحياة خير فأنت رح توجده بحياتك وبحياة أولادك، وهي كارما. كل ما الإنسان عززه أكثر بحياته حيلاقيه بولاده حماية ورعاية وبتيسير بواب الحياة والخير بتنفتح له من كل جانب، بواب الشر بتتسكر. طبعا كل ما كان الإنسان مؤمن بهذا الشيء أكثر عن جد كل ما الحياة عن جد فتحت له من أوسع بوابه وتسكرت بواب الشر وفتحت كتير بواب حلوة بحياته بسبب هي كارما الخير اللي هو عم يعملها. شفاء، يمكن كل حدا فينا هو بيمتلك هوايات وبيمتلك مواهب بيمتلك قدرات حتى ينجح بمجال هو بحبه، ولكن بنشوف دائما يمكن ظروفنا صعبة، في ظروف ما بتقدر تحقق لك أو الواقع ما عم يقدر يستجاب لطموحك يلي أنت حابة توصلي له. اليوم نحن كيف فينا ما نستسلم للواقع، ما نستسلم للظروف، ونبحث دائما ونطور مهاراتنا؟ سؤال كتير حلو على فكرة، وفي ناس كتير بتتحجج أنه عنا والبلد والظروف وكذا. لا، أنا بقول نحن هلا بعصر الانترنت بكبسه زر بتجيب اللي بدك اياه، بكبسه زر بتتعلم المهاره اللي بدك اياها، بتتعلم صوفه، بتتعلم رسم، بتتعلم تصميم الورق، بتتعلم انك تساوي مهنه على ايدك بدون اي شيء، بتتعلم تساوي ادوات تجميليه، قصص، شغلات، اكسسوارات. كتير مهم انه نحن بكبسه زر فينا نتعلم اي شيء. هلا ما في حجه لانسان حتى بالشغل وبالعمل وبالمنحات الدراسيه وبالقصص اللي عم تصير كمان بكبسه زر، اللي بيبحث بيوجد الشيء اللي هو بده اياه، من اراد وجد الاسباب ومن لم يرد وجد الاعذار. كل انسان بيدور على شيء رح يلاقي، رح يلاقي ألف سبب ليوصل لهذا الشيء. وكل إنسان ما بده هذا الشيء أو عم يتكاسل ويتحجج ويستسلم للظروف، دائما الخوف. سلف كثير ناس تابعنا بتقول إنه لا مش قادرة، يعني بتقلك هيدا الحكي نوعا ما تنظير، يعني بتقلك فعلا عندي ظروف خاصة، فعلا أنا ماني قادر. يمكن هي قديش فيني ألعب على تفكيري، يعني كيف فيني أنا غير تفكيري بطريقة مختلفة، غير هاي العادة نوعا ما، بس ما فيني مثلا بلحظة أو بموقف ما غير هيدا التفكير. بدي مثلا بعض النصائح أو بعض الخطوات لكثير من الناس اللي عم يتابعونا، إنه هذا الحكي حلو بس أنا ماني قادر نفذه. تمام. هلا مثلا بجوز الواحد عنده ظروف مادية صعبة أو عم يقدر يشتغل وقت كتير بحياته، بس حلو لما يخصص ساعة من نهاره بالبحث بتطوير الذات، ساعة يعني ساعة بحياته للقراءة لأشياء تانية. غير هلا بيقول تعبان وأنا فارط وهلكان، أصلا الحزن بيتعبك أكتر، الخوف بيتعبك أكتر، الخوف إنك تخطو أي خطوة بحياتك هي بتخليك تفشل. لا، افشل وتعلم من فشلك ورد، يعني اطلع من الشيء اللي انت فيه. وكثير عن مثل ما قلت والله في كثير فرص، انه اذا حطينا ببالنا انا عندي هوايه معينه ومهاره، يعني الي صديقه اخوها قاعد بالبيت درس بالجامعه وكذا ما لقى شيء اللي بيحبه، هو هوايته كان برسم الانمي، فهو كان مبدع، فشركة يابانية تبنته، يعني تخيلي هو قاعد ببيته بقلب الشام. يعني الفكرة انه نحن لما بدنا شيء بس هو يضل قديش يرسم وقديش يشتغل على حاله اكثر من 5-6 سنين، هو هذا الشاب بس هو حاطط بباله في عم يشتغل على حاله. قانون الجذب، هو قاعد عم يشتغل على حاله، عم يفكر شو البلد المناسبة لهذا الطموح، شو اللي حيدعم مهاراته، صار يشوف برامج على اليوتيوب، يشوف الرسم كيف يطوره. يعني دائما نحن اذا ردنا بكبسه زر عن جد، يعني اوقات حتى دورات الانجليزي صار فيه الواحد بقلب بيته اذا ما كان فاضي عن جد يستثمر بهذا الشيء. تمام، يتعلم. نعم، يعني شفاء خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، نحن من أولادنا من نحن وصغار دائما منركز على العلم ومنبعد عن الإبداع تماما، إن كان بالموسيقى إن كان بالرياضة إن كان بالرسم وإلى آخره. اليوم نحن قديش فينا أنه نكون صح مع أولادنا من خلال أنه نحن نأمن لهم فرصة أو وقت
لحتى هن يشوفوا ابداعهم بمكان ثاني، لحتى ما يلتزموا بس بنقطه وحده اللي هي العلم. بالصيف كمان بعد سن ال 15 قديش مهم انه كمان ينزل على شغل يحس بقيمه المصاري، بقيمه العلم لحتى يحس طبعاً فيها. طبعا خلينا نحكي هي التراتبيه، انه نحن نحسس الولد والطفل والمراهق بقيمه الحياه وقيمه المهنه وبالمسؤوليه. حتى يعني انا لما بقعد مع ابني المراهق او الطفل يعني وبقعد بسمعه، يعني حتى مره احد الاطفال اجى قال لي بدي بيع حلو هدول بالعيد وكذا، انا دعمته مع انه حرام فشل وزعهم كلهم لرفقاته، بس هو بالنهايه سوى. بس قديش تعب قديش تعب، انا زعلت على تعبه، بس انا انبسطت انه هو عنده شيء حب كان يساويه لو فشل. انا قلت له معلي لو فشلت بس انت خلص سويت شيء كان جاي على بالك تساويه. وبعدين على فكره حتى حسيته بالجبران انه انت وزعتهم بالنهايه، فرحت قلوب ناس، فانت ما تخاف يعني مش شغله انه عملنا مصاري، مش الحلو انه نحن نسعد الاخرين يعني. فكتير مهم انه ندعم اولادنا شو ما كانت الفكره بالنسبه لنا كاهل انه مجنونه او غير مقبوله اجتماعيا او 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 او. خليني انا ادعم ابني بالشيء اللي انا عن جد بامن فيه، لانه لما بنامن عن جد باولادنا عن جد بيطلع معهم شغلات كتير حلوه. مثلا رسم معين قد ما كان بسيط خليني ضوي عليه وحطه على الفيسبوك واقول لرفقاتي انه يا الله شو رسم حلو، يا الله كذا. كتير حلو انه حتى مثلا اذا ساوى اي شيء او اي تصرف عن جد نضوي عليه ونحاول ونشوف المكان المناسب. مثلا بالموسيقى لقينا صوته حلو، لقينا بيعرف يعزف مثلا بالبيانو، انه عن جد احنا اوقات في ناس اذنهم بتكون موسيقيه، الله اعطاهم هي الموهبه. عن جد اذا اكتشفوا الاهل مثلا حطته بمعهد موسيقي، بمعهد خطاط لتعليم الخط، رسم، هوايات ثانيه كثير حلوه. اولا بتكون في التفريغ، بعدين الشخص يلي بيمتلك الفن بيمتلك روح بالحياة. يعني اصلا يعني الفطرة والكون مبني على الفن، يعني على الاشكال، على الموسيقى، على يعني على العصافير موسيقى، اي شيء بالحياة، الشلال، يعني كل شيء بالحياة نحن خليه يستمتع بالاذن. كثير هي قديش بتأثر على تنمية ذاته، يعني تنمية شخصيته، قديش فيه فعلا مطور مهاراته. لانه احيانا بتلاقي بيقول لك لانه في عندنا ظروف خاصة وصعبة، بتلاقي حرام الولد هو ما فشش الاهل، بدل ما انا مثلا ادعمه او فعلا اقدر اطور له مهاراته بيكون هو الاثر يمكن السلبي الاكبر على الولد بنفس تماما الوقت. حتى مثلا راقب معه قطه، راقب سمكه، راقب نمله، علمه اتعلم منها. هي شغلات على فكره الناس بتقول انها لا هي ابدا ما لها سخيفه، كثير حلو الولد اي شيء بالطبيعه. بتشوفي الورده كيف تتفتح، تشوف قديش الظروف صعبه مثلا ما عم تنصقها كثير، بتشوف قديش طلعت، معناتها الانسان بيقدر يساوي. عن جد فينا بكل يوم نعطيه عدد كثير كبير من الدروس، دروس الحياه، دروس المحبة، الفطرة، الطبيعة. بس إذا أنا فهمت وقعدت معه، نحن مشكلتنا ما عم نحاور أولادنا، نحن حاطينهم على الموبايلات أوقات أو على التلفزيون مشان نخلص منهم. حلو الولد يسأل، ما في سؤال ممنوع للأهل، لكل سؤال جواب بالعمر اللي أنت بتلاقيه مناسب لهذا الطفل يعني. بس المهم أنه نجاوبه، نحاوره، نحكي معه، لأنه الولد لما بيوصل لهي المرحلة من العزلة بصير يعني تصرفاته سلبية، بصير بجننك لما بيجوا رفقاتك لعندك أو لما بتطلعي على الشارع بخجلك أنه يبكي وبيعمل تصرفات كذا. هي كلها هي دليل على عدم الإشباع العاطفي وعدم التفهم، واني انا مثلا اوقات عم بعطيه كل شيء لما عم يبكي، لا انا بقول له انه انا مثلا هلا ما فيني اعطيك، انا هذا فهمه بعامله من 5 أشهر. على فكره الولد بيعي شو الاشياء السلبي والايجابي. حتى لو اذا حطينا لعبتين، لعبه عدوانيه على لعبه، الولد بيختار اللعبه الطيبه يعني. وهي على مستوى العاب، كيف على مستوى اشخاص؟ فهي من عمر 5 أشهر، فنحن من 5 أشهر، من عمر اكثر من هيك نبلش نحكي معه ونفهمه بالقراءه. نمسك كتب، انا بدي ابني يقرا وانا عم اقول له اقرا اقرا ودروس، لا خلي الام يشوف ام قارئه، هو لحاله بيحب القراءه. يشوف ام تستمتع بالموسيقى، بتستمتع بالمناظر، بتعلق على اشياء بالطبيعه حلوه، بتتعلم دروس من الحياه. الولد لحاله تكتيكيا بدون ما افرض عليه لا يتعلم ولا يدرس، بيشوف نجاح امه وابوه بحياتهم بسبب الدراسه، بسبب تركيزهم على شغلهم وكذا، هو لحاله بصير لا اراديا، الا اذا كان مهمل بينتقم منهم بفشله. بس اذا كان مدعوم ومحبه وعم يتشارك، الاب عم يقول له شوف شلون هيك بالتجاره مثلا، شوف انا شلون بالزراعه، شلون انا كذا، شلون عم ساوي هيك، شلون عم بعمل هيك. ضروري ندعم الاولاد عن جد مثل ما كانوا ستاتنا وجداتنا على فكره، اذا بتتذكروا انه لما بيطبخوا بيحاكونا شغلات وكذا، بيقولوا لنا لا هيك هي وهي كذا وهيك البذره وهيك ما بعرف شو. فكتير هي الشغلات الحلوه لهلا نحن بنتذكرها يعني. ليش؟ لانه ستاتنا وجداتنا اعطونا من الوقت والحب اللي هن عم يعلمونا فيه بشغلات كتير بسيطه بالحياه. فعن جد حلو كتير انه نستثمر اولادنا بابسط الامور لحتى عن جد ناخذ منهم افضل الامور واكبرها واجملها.
الله يحمي اولاد الكل يا رب، وان شاء الله الجيل الجاي يكون هيك جيل لمستقبلنا الحلو يا رب. امين يا رب. شكرك اكيد شفاء صوان الاخصائيه الاجتماعيه على وجودك معنا، شكرا كثير. يا ميت هلا، يسعد صباحكم. شكرا ويسعد صباحك. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا بشرى زيني. صباح الخير بشرى. صباح الخير ليا. موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي. مصادر محلية ذكرت أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي سقطت على المنازل السكنية في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ، ما تسبب بوقوع دمار في المنازل. طلب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس المجتمع الدولي بالقيام بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط. وقال البابا على مدى العقود الماضية عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب ومن صراعات جلبت الموت والدمار، وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأن أقوم بهذه الزيارة التي طال انتظارها إلى هذه الأرض مهد الحضارة. أكدت إيران أن تطوير الكيان الصهيوني لبرنامجه السري للأسلحة النووية يشكل تهديدا كبيرا ومستمرا لأمن المنطقة والعالم وعلى فعالية معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إن ثمة تناقض سافر غير عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وبسبب عضويته في الوكالة الدولية يتمتع بحقوق ومزايا تامة، وفي الوقت ذاته يرى نفسه في حل من أي مسؤولية بل ويشارك في جميع المشاورات واجتماعات الوكالة. قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات اليوم جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في الصومال. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول في مؤسسة خدمة أمين للإسعاف عبد القدير آدن خدمة قوله إن 20 شخصا على الأقل قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة هز العاصمة الصومالية، مضيفا إنه تم نقل 20 قتيلا و30 مصابا من موقع الانفجار. ختام الموجز، عودة إلى صباح نغير. شكرا يا بشرى لإلك، وأكيد متابعينا بصباحنا لليوم وفقرتنا الأخيرة نور. فقرتنا الصحية يمكن كثير مهمة، كثير من الناس اللي عم يتابعونا في كثير نسبة مصابة بمرض السكري. اليوم رح نحكي على النظام الغذائي الصحي المتوازن، قديش هو من العوامل اللي بتأثر بشكل كثير كبير على القدرة بتحكم بمرض السكري وخاصة عند الشباب، سكري الشباب. لنحكي عن الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية الدكتورة سواب الغبرة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره، وان شاء الله هيك عرضيه ان شاء الله. انتزعت سياره الدكتوره وقفت قبل بثواني، فبنقول يلا ان شاء الله هيك خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. دكتوره خلينا هيك نتعمق اليوم بحديثنا ونحكي عن الغذاء الصحي والصحيح لمرضى السكري. يمكن كثير بيقولوا كلوا هيك ما تاكلوا هيك، بعدوا عن هيك، قربوا من هيك، خلينا نحكي بالتفاصيل اكثر. هلا ما شاء الله صارت الثقافه العامه كثير في وعي، صار في عندك يا تناقل معلومات، بس المشكله انه بهالفتره في معلومات عم الغلط عم تمشي مثل الصح. يعني الافكار كثير ما عاد صفي في مرجعيه نعرف نسال انه هاي المعلومه صح ولا لا، كل واحد نظريته كل واحد قصصه. لكن انا على المدى الخبره الطويله بقصه التعامل مع الغذاء الصحي لقيت حتى الاجسام هي كتالوجات، يعني ما يكون صحي لإلي ممكن ما يكون غير صحي لغيري. فهذا الشيء لازم الانسان يختبر جسمه على المدى الابعد، بصير عنده خبره بجسمه، شو اللي بيحرق معه وشو اللي ما بيحرق، شو اللي بيناسبه عندك اياك، شو الامراض الوراثيه بعائلته، كيف هو ينتبه يعمل عندك اياها فرمله لاشياء معينه دون اشياء اخرى. فهي الامور هي كلياتها بصير الواحد وقت هو بدور على المعلومه الصح باذن الله بيلاقيها. هلا اهم شيء عندنا اياه بالنظام الصحي الانسان انه هو يحافظ على وزن مثالي لانه. هلا بغض النظر انه انسان مثلا
عم يصيد عنده يا بالاستقلاب الزمني، كل 10 سنوات انسان بيزيد 3 كيلو 4 كيلو ما اشكال، لكن ما يخلي حاله اذا ما عم يعرف ينزل وزنه انه ما يخلي حاله يزيد. هلا انا اذا ما كان عندي اياه قدره انه انا اتابع ريجيمات وانظمه وهالقصص، انا بقول له لا المريض تبعي انه لا انك ما عم تعرف تنزل لا تطلع، لانه كل كيلو فوقه حيكون بسمارك بس للكيلو اللي تحت منه. هي اول نقطه. النقطه الثانيه اني انا مو غلط اني اعمل خطه انه كل شهر نزل كيلو، مو ضروري بريجيمات، باي حركه معينه انا بعرف اكله معينه ممكن تنزلني، انا بعرف حركه معينه ممكن تنزلني، انا بعرف اني اذا قطعت هالوجبه ممكن تنزلني. في ناس اذا قطعت وجبه الفطور بتنزل، في ناس اذا قطعت وجبه العشاء بتنزل، في ناس بتفكر انه مثلا انا العشاء الصحي انه انا لازم الغي الاكل، مو لكل الاجسام هي، يعني انسان عم يشتغل من الصبح للمساء ولا لقمه فايته على جسمه ونظام حياته هيك عمله، تيجي تقولي له قطع العشاء، لكن فيك تقولي له قطع الخبز من العشاء. في اشياء هو حسب الانسان ما يصير عنده اياها، بيقدر ممكن يتحملك نظام حياته يوم يومين، بعدين بيصير انه وقت بتعطي حلول غير مستحيله على مستحيله التطبيق، الافضل ما تعطيها. يعني هي الامور هي اذا كان الانسان منطقي وواقعي مع حاله هون بينجح. هي عم نحكي فعلا يمكن للنظام الغذائي للجسم السليم، بس اذا بنحكي عن مرض السكري خصوصا عند الشباب، قديش فعليا النظام الغذائي بياثر بشكل كثير كبير؟ لانه شكله في معلومات وفي ثقافه عامه بس ما في التزام، واحيانا في تناقل للمعلومه مغلوطه، يعني نحن بنلاقي مثلا انه لازم يعمل حميه يخفف سكر، بتلاقي لا ما كثير ملتزم فيها، بيلتزم فيها شهر الشهر الثاني لا، فبتعمل آثار جانبية نوعا ما. صح. هلا حكينا الحلقة الماضية على السكري النوع الثاني الحلول تبعه نوعا ما، إذا بدي ركز اليوم على السكري النوع الأول، وكل عالم تعرف إنه هو مرض مناعي مشكلته الأنسولين مع مين فرز من الهي، حتى ما يداركنا الوقت ويسمع المريض السكري النوع الأول. أولا هذا المرض كل الأطباء بيقولوا له أنت لا تشفى منه، يعني عرفتي كيف علي؟ هلا في شغلة نحكي حكي واقعي تماما، الفكرة بده يضل معتمد على الأنسولين لفترات طويلة من حياته لأنه ما في عادي الأنسولين البديل. هلا الفكره حاليا بالابحاث العلميه الجديده عم يعملوا هلا تحليل، هو تحليل ليعرفوا قديش كفاءه البنكرياس جزر لانجرهانس اللي شغال البقيانه بالبنكرياس. فاذا كانت عندك وظائف البنكرياس عندك اياها ما تبقى منها 5% لسه فعاليتها، عم يصيروا في بعض الدراسات والابحاث العلميه اللي برا عم يحاولوا انهم ينشطوا الخلايا الجذعيه بما تبقى من فعاليه هي جزر لانجرهانس. هلا انا احنا برجع بقول كاخصائيه تغذيه ما فينا نفوت بتفاصيل هذا الحكي، لكن في امل وفي علاج وباذن الله. فاول خطوه لازم يعملوها الاهل لا مريض نوع السكري، ان كان طفل ولا كان شاب العمر او هي، انه يعرف انه كل شيء له حل تماما. هي نقطه. اول شيء يتجه يعمل فحص وظائف البنكرياس، قديش كيف وظائف الكليه، قديش بقيان منها عم يشتغل حتى صنفها باي مرحله. هلا في حال في عنده قسم معين لسه شغال بيقدروا ينشطوا الخلايا الجذعيه بهالمناطق هي. النقطه الثانيه اهم شيء لمريض السكري النوع الاول انه ما يصير عنده يا تهيج مناعي، لانه اذا تهيج المناعه عندنا يا حنضطر لانسولين بنسبه عالية اكثر. هي النقطه هي كلياتها بتعمل له مشاكل صحيه على المدى البعيد. انا نجاحي مع مريضي السكري النوع الاول اذا انا عرفت خفف له جرعه الانسولين وحيث خليه ما يحتاج لنسبه انسولين عاليه، بغض النظر ان عم تطلع من جسمه ولا عم تجي من برا، انا معدل الانسولين اللي عم يدخل جسمه يكون كميته قليله، وانا ساعد الغدد الاخرى عندك يا على افراز حتى تحمل العبء تبع السكري تبع البنكرياس، انا في عندي فيني نشط كبد، فيني نشط الغدد اللعابيه، هي كلها ما بتخليني انا احتاج لنسب انسولين عاليه. لكن الفكره اللي منوع فيها انه مرضى الشبابي انه هن النحفه يعني غالبا ما بيكونوا كثير عندهم الكتله تبع الجسم تبعهم منخفضه، وحبيات الخفض السكر كمان بتاكلهم من نسبه الدهون تبعهم والقصص هي، وهون بقى كمان ننتبه انه نحافظ على الكتله العضليه تبعهم. هاي الامور هي كلياتها النجاح برجع بقول مع مريض السكري النوع الاول نفحص بنكرياسنا، نعرف شلون نحاول انه نخفف العبء على هذا البنكرياس، نحافظ على نظام الجهاز المناعي حتى اذا شغلنا شيء قسم منه ما يصير ترجع المناعه تاكل اللي انا اشتغلت عليه. الفكره الثانيه يضل يتابع لانه هاي الابحاث عم تتطور، لكن نحن صايرين بغض النظر اي انسان تعطيه انه
مفتاح، مو انه مفتاح، انه تقولي له انه انت ما بتشفى، ما بيعود بيلاحق حاله، يعني ما بيعود بيلاحق الابوه، وهذا كثير اكبر غلط الواحد يقول له انه مريض السكري النوع الاول لا يشفى. هاي النقاط المهمه. نيجي على عامل الغذاء، شلون ننشط الغدد اللعابيه حتى نخفف نسبه الانسولين وهالامور هي. اهم شيء لمريض السكري النوع الاول يعلك العلكه عندك اياها قبل ما ياخذ الابره تبع الانسولين عندك اياها فورا، من تصير اذا بده يحتاج 20 وحدة مثلا بصير بيحتاج 15 وحدة. الغدد اللعابية بتخلي الجسم ما يطلب عندك اياها، اولا بتفكك السكريات بالهي وبتمنع الامتصاص العالي للسكريات داخل منطقة الاثني عشر. في كمان عندي اياها تنشيط العصارة الكبدية. في مادتين عندي اياهم انا كثير بلاقيهم رائعين مع مريض السكر النوع الاول، هي البان الذكر. بان الذكر عنده يعني مثل ما بيقول بيضرب عصفورين بحجر واحد. شلون يعني هذا الحكي؟ بان الذكر اولا بنشط العصاره الكبديه فبتحمي العبء عن عن غده البنكرياس. النقطه الثانيه جماليته البان الذكر بيعمل تنظيم مناعي، ما بيخلي الكريات اللي هي عم تهاجم الجزر لانجرهانس. دكتوره شو هو بان الذكر؟ هذا ماده نباتيه معروفه مثل البخور. هلا هي في انواع منها تستخدم بالهي، لكن في انواع منها تستخدم غذاء. طيب وهي مضاد اكسده تماما. يعني نحن عم نشوف معلومات كثيره على الانترنت والسوشيال ميديا عن بان الذكر، ولكن لما بنروح على الحريقه على الحماديه عفوا بيعطوك اياها نخبتها. شو لازم نحن ناخذها؟ ناخذها جودتها نوعها اول. كيف لازم تتاخذ؟ ايوه بتنطحن. في ناس فيها بيعبوها بكبس لانه هي شديده المرار. في ناس بيقدروا يعلكوها تماما. جماليه مراره هو اللي بيعمل فيها العلاج اساسا. هي منين بيجي العلاج الساحر؟ لانه هي فيها مركبات نباتيه تشبه مفعول الكورتيزون لكنها ما لها كورتيزون. هلا الكورتيزون يصنف كدوائيا مثبط مناعه، وانا بدي تثبيط مناعه لكن مو بدي اقتل المناعه. هذا المشكلة مع الأمراض المناعية، أنا بدي نظم مناعة، بدي المناعة تهاجم جرثومة، مو تهاجم خلية بجسمي سليمة. فهذا مدمر للشيء هذا. وهي الأمراض المناعية مثلا إذا هاجمت خلايا عصبية بتعمل ممكن تصلب لويحي، هاجمت زغابة معدة بتعمل سوء امتصاص. الأمراض المناعية مو سبب العضو المتضرر فيها، الأمراض المناعية سبب جهاز مناعي. غالبا الطب التقليدي بيقول لك سبب مناعي مجهول السبب، ومعظم الأمراض المناعية استعداد وراثي عامل نفسي. يعني انا المناعه وقت التوتر والستريس بيظهر او الخوف او الرعبه او صدمه نفسيه او اي صدمه بتعمل شوك بالجهاز المناعي، فبتصير الخلايا المناعيه بتهاجم جسم الانسان بحد ذاته فبتدمره من حد ذاته. فهي القصص، هي الماده هي منظمه مناعه، لا بتخلي تثبيط مناعي مثل الكورتيزون، وبنفس الوقت ما بتخلي عندي المناعه تروح تهاجم خلايا جسم. هون بنجح بقى اذا بدي نشط قسم معين من البنكرياس. النقطة الثانية، المادة المهمة غير العلك تبع حتى في مادة البان الذكر ممكن إني أنا أعلكها، بس هي شديدة المرارة وعلى أطفال يعني بالنسبة لأنها الأمور هي. النقطة الثالثة اللي بيهمني أمرها، عندي مادة زيت الزيتون تتاخد قبل كل وجبة، خاصة عندي إياها لمريض السكري. هي بتحفز بتعصر الجزر الشغالة بالبنكرياس. فهي الوسطين هدول رائعات لهالاشياء لهذا الشيء. والنقطه الثانيه بنتمنى ان شاء الله يكون في صحه وعافيه وتبقى بعض الخلايا شغاله، وهي هي مفتاح النجاح بهالعمليه. يمكن معلومات عم نتعرف عليها كثير مهمه معك دكتوره صواب. خلينا نحكي يمكن لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، مثل ما قلنا يمكن مرض السكري هو مرض دائم، بس يعني فينا نحافظ على توازن الجسم وما له آثار سلبية طول ما أنت ملتزمة بالدواء. بس خصوصا عند الأطفال يمكن مثل ما قلتي مثلا عم نحكي عن كثير من المواد ما بيقدروا الأهالي يتعاملوا مع الأطفال خلال هيدا الموضوع، شو الحلول البديلة فينا نقول؟ مثل ما قلنا فينا نحطهم بكبسول ونخليهم نطحنهم، فينا نخلطهم مع علكة أي مسكة عادية الأولاد بيحبوها ممكن يضيع المرار فيها. فينا نعمل هلا زيت الزيتون ممكن نحطه مع الزعتر للولد، بس ما يكون معه خبزه يعني مبلوع ناخذه مع شيء مش لحاله طبعا. ايه بس انا ما بدي يكون في الوجبات يكون واقعي. ليش انا بقول كل انسان له كتالوجه له طريقه تعامله تختلف صح. فهذا حسب شطاره الاهل الام فهمها بتعرف هذا الولد بحب هالاكله فيني ادخل له اياه دون ما يحس.
والطفل يعني بحد ذاته يعني انت بالشغلات الزعتر فينا نرش ماده اللي بدنا اياها بدون ما اقول ماما انا بدي اعطيك دواء، لانه بكفي يكفي الما. هذا الولد بياخذ تقريبا 4-5 ابر باليوم يعني، وبشوف رفقاته سويين وما بيلاقي حاله الا هبط سكر واخذوه اسعاف. فهي الامور هي كلياتها انا بقدر معاناه مريض السكر النوع الاول، فهي خاصه اذا كان طفل، وخاصة معاناة الأهل يعني هاي مو شيء سهل، بس كمان بإذن الله تعالى ما الله ما وضع داء إلا وضع صحيح. معه شفاء إن شاء الله. وأبدا أنا ضد فكرة إنه ما له شفاء، ما له شفاء صحيح. الله يحمي كل الأولاد يا رب وكل مريض يا رب. دكتورة بالختام بيقولوا لنا تعدد الوجبات لازم لمريض السكري، هل أنت مع أو لا؟ السكريين كم حبة لازم ناخدها بالنهار؟ الخبز نبتعد كليا عن الخبز الابيض لكل مرضى السكري؟ هي ثلاث معلومات خلينا نختم فيها. هلا انا ضد الوجبات المتعدده، انا مع الصيام المتقطع لمريض السكري، حكينا عنها الحلقه الماضيه مشان ما نطول على الهي. أيوة. على انا الصيام المتقطع جدا. النقطه الثانيه السكريين انا مو معجبه فيه، لانه جزيء ضخم بترسب بالكلاوي، وانا على فكره بعد فتره معينه بيعمل نفس مفعول السكر بالجسم على المدى البعيد اذا تحفز عندك اياها تاثيره على خلايا تحت الدماغ. الشغله الثالثه قلت لي السؤال شو الثالث؟ انه نحن حكينا عن الخبز. الخبز انا بحد ذاتي انا بحسه ماده سامه للجسم، ان كان اسمر ولا اشقر ولا شوفان ولا هي. نحن مشكلتنا ثقافه تجي تقولي لشعب صلوا من 1900 وما قبل التاريخ بيستخدم الخبز، تقولي له انك تقيمي من هذا الحكي، لكن كل افات الكولون تبعنا، كل افات الامراض المناعيه من وراء الخبز. هلا انا اللي بيقوله انه اذا انت بتستهلك يومي اسبوعيا مثلا ربطه خبز كجسمك، انت حاول تساويها نص. اذا انت بتستهلك عندك يا ثلاث خبز اسبوعيا، في من اللي بيستخدم باليوم في رجال طبعا اذا في عندك يا نعم، انا عم بحكي كسبيل على سبيل المثال، انا ما بقدر اقول اقطعه فورا، لكن انا مالي ابدا اشجع الخبز. الخبز سبب البطن، سبب الامراض المناعيه، سبب الكولون، مو لاني انا ضد القمح والامور هي كلياتها، البلوتينات هي المواد اللي هي المشكله فيه. انا كمان مو ضد يعني مو قصه، وحتى مع الكربوهيدرات عندي اياها ناخذها بفهم، بحيث انه بعد اي لقمه خبز عجين فطاير هالامور ياخذ الانسان معلقه خل. قلنا معلقه الخل كثير رائعه بتقلل امتصاص الجلوكوز بالاثني عشر، بتخفف العبء السمي لهي المواد العجينيه والقصص هي بعدهم مباشره، يعني بعد شي 5 دقائق 10 دقائق يعني تكون موجوده معه تلي، يعني كيف نحن بنشرب شاي اخضر بعد وجبه عندي اياها دسمه او هالامور هي، كثير بيلاقي حاله هضمه اكثر وبشكل كثير منطقي. وانا اذا بدي استفيد بهالامور اكيد رح نفوت بالوقت الاخبار، بس يعني انا اللي فكره الاساسيه ثلاث أشياء بكرة بيعرفوا على المدى البعيد إذا الواحد قطع من حياته بيلاقي حاله فرق. والسكر الأبيض، لكن السكر الأبيض الصح قطعه تدريجيا حتى ما يتأثر تركيز الدماغ. تمام؟ دائما يمكن معك معلومات مهمة ومفيدة نتعرف عليها دكتورة التغذية الدكتورة صواب الغبرة، بنتشكرك. مثل ما قلتي ما في مرض ما له علاج، نتمنى بالقريب العاجل يكون في علاج لمرض السكري. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا فيكم يا دكتوره سواب الغبره، شكرا كثير لك، واكيد نحن مبسوطين بوجودك معنا. شكرا كثير، يسعد صباحك. صباحكم. لهون نور بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم ان شاء الله يا رب هاليوم يكون حلو على الكل ومثل ما بتحبوا واحسن، انتبهوا منيح على حالكم ودائما يكون عندنا امل انه بكره احسن يا رب. نور يعطيك الف عافيه، نهارك حلو. نهارك سعيد ليا، بنتمنى يا رب هيك الصحة والسلامة لكل الناس. رحلتنا الصباحية لهون بتكون خلصت، إلى اللقاء.